بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة دوائر كهربائية 2، كل عام وأنتم بألف خير، وأهلا وسهلا فيكم بأول محاضرة من محاضرات دوائر كهربائية 2. طبعا رح نبدأ إن شاء الله بأول موضوع دوائر كهربائية، وهو الساينوسويد and الفيزر. طبعا أكيد إن شاء الله رح تكون أول محاضرتين في مواضيع دوائر كهربائية 2 هي عبارة عن رياضيات بحتة تتعلق بالساينوسويد والفيزر، وإن شاء الله رح تشوفوا بعد هيك الأمور الأخرى المتعلقة بمادة الرياضيات. نشوف هون عندنا الساينوسويد والفيزر. الساينوسويد هو عبارة عن الـ V of T تساوي V max sin omega T، ومن هون رح نلاحظ أنه أنا المكونات الأساسية للعلاقة هاي اللي هي الـ V max اللي هي الـ amplitude of the sinusoid، الأوميجا الانجولار فريكوانسي واللي رح تكون عبارة عن راديان بير سكند، والأوميجا تي الارجومنت اوف ذا ساينوسويد. الآن منيجي على قيمة الأوميجا، واللي احنا بنعرف انه الأوميجا هي عبارة عن 2 باي اف، الفريكوانسي تساوي 1 على تي كابيتال، اذا التي كابيتال تساوي 2 باي على أوميجا. الآن يمكن أني أرسم السيجنال على شكلين. الشكل الأول رح يكون عندي هو عبارة عن الفانكشن أوف أوميجا تي، والشكل الثاني رح يكون عندي الفانكشن أوف تي. الآن الفرق بيناتهم فقط أنه رح يكون هون عندي على الإكس أكسس أوميجا تي، وهون عندي على الإكس أكسس عندي تايم. الأوميجا تي هي عبارة عن السرعة الزاوية واللي تقاس بالباي 2 باي 3 باي، بينما التي هون هي عبارة عن تي كابيتال على 2 تي كابيتال و 3 تي كابيتال على 2. The more general expression for the sinusoid، إذن الإكسبريشن الرئيسي للساينوسويد هو عبارة عن الـ V of T تساوي V max V max sin omega T زائد ثيتا، يعني بمعنى آخر أنه دائما في عندي ثيتا زاوية بالساينوسويد، ممكن تكون هاي الثيتا صفر وممكن تكون أي زاوية أخرى أنا بدي إياها. الأوميجا T طبعا هي عبارة عن الأرجومنت، والثيتا هي عبارة عن الفيز، واثنيناتهم رح يكونوا عندي راديان بير سكند. طبعا ننتقل بعد هيك للي هي الرسمة الأساسية، واللي هي طبعا زي ما انتم شايفين هون في عندي رسمتين، اللي هي الرسمة بالخط الأحمر والرسمة بالخط الأسود. if V1 of T تساوي V max sin omega T and V2 of T تساوي V max sin omega T زائد ثيتا. الآن الفرق بين الأولى والثانية انه الأولى ما في عندي قيمة للثيتا، والثانية في عندي ثيتا بغض النظر عن مقدار هاي الثيتا وإشارتها موجبة، فهي بتكون سابقة للأولى. فرح نرسم الأولى من ثيتا صفر وساين ويف، الثانية رح نرسمها من الزاوية ثيتا وأيضا ساين ويف. طبعا هاي الرسمة توضيحية حتى بعد شوي نشوف إنه في عندي مجموعة من العلاقات بين لما بيكون في عندي أكثر من إشارة. حتى نقدر نشتغل على هذا الشيء خلينا هون نتعرف على اللي هي العلاقة الرياضية من حيث الساين والكوساين إذا كان عندي أكثر من إشارة. فلو على سبيل المثال كان عندي ساين A زائد أو ناقص B، فهي عبارة عن ساين A كوساين B زائد أو ناقص كوساين A ساين B. لاحظ إذا كانت ساين A زائد B معناته ساين A كوساين B زائد كوساين A ساين B. إذا كانت سالب تصبح الإشارة هنا سالب، إذن في تطابق بين الإشارة الموجودة هون والإشارة الموجودة هون. بينما إذا كانت عندي الإشارة كوساين A زائد أو ناقص B، فهي عبارة عن كوساين A كوساين B معكوس الإشارة هاي، فهي ناقص أو زائد ساين A ساين B. يجب هنا الانتباه إلى أنه بالحالة الأولى كان في تطابق بين الإشارة هون والإشارة هون، في الحالة الثانية اللي هي رح تكون عكسها. أيضا رح نشوف مجموعة من المتطابقات اللي هي ساين أوميجا تي زائد أو ناقص 180 درجة رح تنطيني ناقص ساين أوميجا تي، كوساين أوميجا تي زائد أو ناقص 180 رح تنطيني ناقص كوساين أوميجا تي، ساين أوميجا تي زائد أو ناقص 90 رح تنطيني زائد أو ناقص كوساين أوميجا تي، إذن في تطابق بالإشارة. بينما كوساين أوميجا تي زائد أو ناقص 90 رح تنطيني ناقص أو زائد ساين أوميجا تي، إذن في اختلاف
في اختلاف بالإشارة بين الداخل القوس وبين الإشارة اللي موجودة عندي بالمنطقة هاي. هذولا المتطابقات الرياضية يجب أن نتذكرهم باستمرار، لأنه بعد شوي رح نشوف أنه في عندنا علاقات رياضية بالكوساين والساين، ودائما حتى نقدر نتعامل مع الساين وصويد يجب أنها تكون كلها موحدة، إما كلها بدلالة الساين أو كلها بدلالة الكوساين، وفي معظم الحالات بتكون كلها بدلالة الكوساين. إذن using this relationship we can transform a sinusoid from sine form to cosine form or vice versa. يعني بمعنى آخر أنا بقدر أعكس بين الساين والكوساين أو لا. إذن نيجي نشوف شو رح يصير معانا هنا. إذن A كوساين أوميجا تي زائد B ساين أوميجا تي، طبعا هاي العلاقة بقدر أفرضها على إنها C كوساين أوميجا تي ناقص ثيتا، والسي هي عبارة عن الـ A سكوير زائد الـ B سكوير اللي هما الماجنيتود للإشارة للساينوسويد، والثيتا هي عبارة عن تان إنفيرس الـ B على الـ A. نيجي نشوف شو رح يطلع معانا بالحالات اللي أمامنا. الحالات اللي أمامنا بعطيني اللي هي expression معين، وبطلب مني إني أشوف شو الفيز between these two expression. Calculate the phase angle between V1 تساوي ناقص 10 كوساين أوميجا تي زائد 50، وال V2 تساوي 12 ساين أوميجا تي ناقص 10. حتى أقدر أشتغل عليهم يجب إنهم يكونوا الثنتين من نفس النوعية، يعني بمعنى آخر إما الثنتين كوساين أو الثنتين ساين. طبعا الأسهل إلي إني أحول الساين إلى كوساين، لأني قبل شوي شفت إنه الساين والكوساين بإمكاني أعكسهم في حال ما كان عندي اللي هي زاوية مقدارها 90 درجة، فالساين إذا بنقص منه أو بضيف له زاوية 90 درجة بعطيني اللي هي الكوساين أوميجا أوف تي. بما إنه هون سالب معناته بده تكون الإشارة التحويل أيضا سالب لأنه متطابقة، سالب 90 درجة فبعطيني الكوساين. To compare V1 and V2 we must express them in the same form. هاي ضروري جدا. ال V1 ما عنديش عليها أي مشكلة، ناقص 10 كوساين أوميجا تي زائد 50. الآن أنا بدي أقيم إشارة الناقص، فهي 10 كوساين أوميجا تي زائد 50 ناقص 180 درجة عن طريق المتطابقة اللي شرحناها بالصفحة السابقة، ورح يطلع معانا اللي هي 10 كوساين أوميجا تي ناقص 130 أو 10 كوساين أوميجا تي زائد 230. بينما ال V2 هي عبارة عن 12 ساين أوميجا تي ناقص 10، بدي أنقص منها زاوية 90 درجة، فهي عبارة عن 12 كوساين أوميجا تي ناقص 10 ناقص 90، فهي 12 كوساين أوميجا تي ناقص 100. إذن the phase difference between V1 and V2 is 30. الفيزر شو هو؟ الآن خلصنا من الساينوسويد، رح ننتقل لإشي اسمه الفيزر. الفيزر is a complex number that represents the amplitude and phase of a sinusoid. إذن الفيزر فورم رح يكون عندي مكون من شيئين، من اللي هي نمبر واللي هو عبارة عن أمبليتيود وفيز. إذن رح يتكون عندي فقط من أمبليتيود وفيز. فلو على سبيل المثال أخذنا Z تساوي X زائد JY، وطبعا أكيد احنا بنعرف أنه هذا هو عبارة عن Rectangular Form. الآن الJ هي عبارة عن جذر الناقص واحد، الX هي عبارة عن Real Part of Z، والY هي عبارة عن Imaginary Part of Z. الآن هذا المقدار بقدر أحوله لا اللي هو إما للبولار فورم أو للإكسبوننشال فورم عن طريق الزد تساوي R للزاوية ثيتا أو تساوي R في إكسبوننشال جي ثيتا. وبالخطوة السابقة شفنا أنه أنا الـ R هي عبارة عن X تربيع زائد Y تربيع تحت الجذر، والثيتا هي عبارة عن التان إنفيرس الـ Y على الـ X. إذن هذا الموضوع رح يكون بالشكل التالي. بعد هيك نشوف اللي عندي اللي هو the relationship between the rectangular form and the polar form. لو أخذنا اللي هي الرسم اللي بالشكل التالي، اعتبرنا إنه x-axis هو عبارة عن the real part of the
ساينوسويد، والواي اكسس هو عبارة عن الاميجينري بارت. اذا رح تكون الاكس هون والواي هون، الار هاي رح تمثل عندي المحصلة، والثيتا اللي رح تكون عندي موجودة بالمنطقة هاي. اذا اكس زائد جي واي تساوي ار للزاوية ثيتا. رح نلاحظ انه الريكتانجولار فورم زد تساوي اكس زائد جي ثيتا، البولار فورم الار هي اكس سكوير زائد واي سكوير تحت الجذر، والثيتا هي عبارة عن تان انفيرس الواي على الاكس. اذا الزد بالبولار فورم هي ار للزاوية ثيتا. الان لنفرض انه كان عندي العكس، كان عندي البولار فورم بدي احولها للريكتانجولار فورم، فراح اجد انه الزد تساوي الار للزاوية ثيتا، ومن هون راح احط الاكس اللي هي الجزء الاكس هو عبارة عن الار كوساين ثيتا، الواي هي عبارة عن الار ساين ثيتا، والزد راح تكون عبارة عن الاكس زائد جي واي. إذن هاي كيفية التحويل من الريكتانجولار فورم إلى البولار فورم، والخطوة الثانية كيفية التحويل من البولار فورم إلى الريكتانجولار فورم. الآن رح ننتقل لمرحلة ثانية اللي هي مرحلة التعامل الرياضي مع الفيزرز، بحيث انه انا ممكن يكون في عندي جمع الفيزر، طرح الفيزر، ضرب الفيزر، قسمة الفيزرز. رح اشوف كل حالة من الحالات هاي كيف رح اتعامل معها وشلون رح اوجد لها. الحالة الاولى addition and subtraction of complex number are better performed in rectangular form. اذا الجمع والطرح اجباري لازم استخدم له الريكتانجولار فورم. المالتيبليكيشن اند ديفيجن ار بيتر اللي هي done in polar form. اذا معناته المالتيبليكيشن والديفيجن اجباري لازم يكون عندي اللي هو البولار فورم. والان رح نشوف كيف رح نتعامل مع هاي الاشياء. لو فرضنا انه في عندي مقدارين، المقدار الاول زد 1 تساوي اكس 1 زائد جي واي 1، هذا كريكتانجولار فورم، وكبولار فورم هي عبارة عن ار 1 للزاوية ثيتا 1. الزد 2 تساوي اكس 2 زائد جي واي 2، وهي عبارة بالبولار فورم ار 2 للزاوية ثيتا 2. الخطوة الاولى بدي اجمع زد 1 لزد 2، فالجمع زد 1 زائد الزد 2 رح اجمع الريال مع الريال والإيميج مع الإيميج. إذن X1 زائد X2 والY1 زائد الY2، لأنه X1 والX2 يمثل أنه الريال part of the sinusoid أو the rectangular form، والY1 والY2 يمثلين الإيميجناري part. إذن بجمع الريال مع بعض والإيميجناري مع بعض بتطلع عندي المعادلة. أيضا subtraction نفس الشيء، بطرح الريال من الريال والإيميجينري من الإيميجينري، وبتظل الإشارة بالداخل هي نفس الإشارة. إذا استخدمت في الأديشن والسبتراكشن اللي هو الريكتانجولار فور. نيجي نشوف الآن المالتيبليكيشن. المالتيبليكيشن زي ما حكينا قبل شوي إجباري لازم أستخدم البولار فورم، فالبولار فورم اللي هو R1 للزاوية ثيتا 1 ضرب R2 للزاوية ثيتا 2، فمعناته راح تكون عندي R1 ضرب R2 للزاوية ثيتا 1 زائد ثيتا 2. إذن بضرب اللي هي الماجنيتيود وبجمع الزوايا. بحالة المالتيبليكيشن بضرب الماجنيتيود وبجمع الزوايا. في حالة الديفيجن راح يكون عندي زد 1 على زد 2 وتساوي ار 1 للزاوية ثيتا 1 على ار 2 للزاوية ثيتا 2. اذا بقسم الماجنيتيود وبرفع الزاوية ثيتا 2 الى الاعلى، هنا اشارتها موجب فتصبح اشارتها سالب، فبصير عندي ثيتا 1 ناقص ثيتا 2. الآن مقلوب المقدار، يعني واحد على زد معناته واحد على R للزاوية ثيتا، برفع الزاوية للأعلى فبصفي عندي واحد على R للزاوية ناقص ثيتا. السكوير روت، السكوير روت شوي فيه اختلاف، لأنه السكوير روت للزد هو عبارة عن R للزاوية ثيتا سكوير روت. الار بتاخذ اللي هي الامبليتود باخذ السكوير روت، والثيتا تقسم على 2، والثيتا تقسم على 2. الكومبلكس كونجوجيت اللي بيميز الفيزر عن الكونجوجيت له، انه راح يكون في عندي هون اشاره ستار. الان شو الفرق بين اللي هو الفيزر العادي والكونجوجيت؟ اللي هي فقط بعكس اشاره الكومبلكس بارت او الاميجينري بارت، بعكس اشاره الاميجينري بارت. فهون راح الاحظ انه الزد بالاساس كانت اكس زائد جي واي، الكونجوجيت لها هو عباره عن ان اكس ناقص جي واي.
بيظل عندي شغلتين هون لازم بس أذكرهن ذكر بسيط، واللي هي عبارة عن exponential زائد أو ناقص j theta، اللي هي بالحالة هاي أنا الexponential كلكم بتعرفوا أنه أنا بقدر أوزعه على cosine theta زائد أو ناقص j sine theta. الcosine theta هو الreal parts من القيمة هاي، والsine theta هو عبارة عن الimaginary part من هالمقدار هذا. فالreal part exponential j theta والimaginary part exponential j ثيتا. إذن هذول المقدارين اللي أنا ممكن أشتغل عليهم. الآن نيجي نشوف كيف رح نتعامل مع هالإشي هذا من منطلق اللي هو التايم دومين والفيزر دومين. أو طبعا احنا بنعرف انه التايم دومين والفيزر دومين هو نفس التايم دومين لحال، بينما الفيزر دومين أنا بقدر نفسه أسميه اللي هما الفريكوانسي دومين. إذن بالأساس الـ V of T V max كوساين أوميجا T زائد ثيتا. الآن بقدر أخذ الريال منها، الريال هي عبارة عن ريال في ماكس في اكسبوننشال جي اوميجا تي زائد ثيتا. اخذت الجزء تبع الكوساين، بوزع الاكسبوننشال لانه احنا بنعرف انه الاسس في حاله الضرب تجمع، معناته بقدر الغي الجمع واحوله لضرب، فبتطلع عندي ريال في ماكس اكسبوننشال جي ثيتا مضروبه في اكسبوننشال جي اوميجا تي. الان لو اخذنا الجزء هذا فقط اللي هو الفي ماكس جي الفي ماكس اكسبوننشال جي ثيتا وعوضنا عنه برمز الفي اللي موجود معانا هون، فراح نلاحظ انه الفي اوف تي هي عباره عن ريال في اي في مضروبه في اكسبوننشال جي اوميجا تي. وطبعا اكيد الرمز هذا الفي هو عباره عن في ماكس في اكسبوننشال جي ثيتا، ومن هون هذا المقدار هو عباره عن اكسبوننشال جي ثيتا، فهذا المقدار بقدر احوله للبولر فورم على اساس انه في ماكس للزاويه ثيتا. الآن بيظل عندي نوع اللي هي الـ V of T V max cosine omega T زائد theta تمثل time domain representation، بينما الـ V اللي إلها طرفين زي ما أنتم شايفين هون هي عبارة عن V max للزاوية theta واللي هي الـ phasor domain representation. الآن هذا الكلام بدي أحوله للي هي متجهات the phasor diagram. رح ألاحظ أنه الـ x-axis يمثل الـ real part, real part، والـ y-axis يمثل الـ imaginary. الآن معناته الـ v رح تكون موجودة بالمنطقة هاي الـ v max، وهنا الـ i. فإذا اتجهت من الـ x-axis باتجاه الـ y-axis اللي هي بالربع الأول، فرح يكون إن عندي lead direction، بينما إذا اتجهت من الـ x-axis باتجاه الـ i واللي هو بالمربع الرابع، معناته رح يكون عندي lagging direction. طبعا رح نتوسع بموضوع الـ leading والـ lagging في محاضرات لاحقة إن شاء الله. نيجي بعد هيك اللي هو عندنا اللي الساينوسويدال ساينوسويد فيزر ترانسفورميشن. رح نكمل هذا الموضوع إن شاء الله في المحاضرة الجاية بعون الله، إلى أن نلقاكم في المحاضرة القادمة.